بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اليوم سوف يكون درسنا للقراءة العربية موضوع جديد للصف الخامس الابتدائي، كلام بكلام. نبدأ بقراءة الموضوع، وسوف يكتب مرة واحدة كواجب بيتي على الدفتر الخاص بالقراءة. كلام بكلام. بينما كان أحد الولاة مشغولا بحساباته مع حاجبه، مثل بين يديه شاعر فأنشده شعرا مدحه فيه ومجده، فلما فرغ قال له الوالي: أحسنت. وقال لحاجبه: أعطيه 10,000 درهم. ففرح الشاعر، ثم قال له الوالي: لقد أفرحك كلامي كثيرا أيها الحاجب، اجعلها 20,000 درهم. فكاد الشاعر يخرج من جلده من شدة الفرح، فأقبل على حاجبه وقال: أعطي أيها الحاجب 40,000. همس الحاجب بأذن الوالي: يا سيدي، كان الشاعر يرضى منك 40 درهما، فكيف تأمر له 40,000؟ فقال له الوالي: ويلك، أتريد أن تعطيه أقل من ذلك؟ لقد زعم أني أحسن من القمر وأشد من الأسد، ولساني أقطع من السيف، هل جعل في يدي شيئا أرجع به إلى بيتي؟ ألسنا نعلم أنه قد كذب، لكنه سرنا بكلام وسرناه بكلام. طبعا نأتي إلى القصة نشرحها لتلامذتنا الأعزاء، وما المغزى منها. الموضوع اسمه كلام بكلام. هي قصة تدور بين والي وحاجبه والشاعر الذي امتدحه ومجده. فالشاعر مدح الوالي، اللي هو الوالي هو حاكم مدينة، وجاء الشاعر إليه ليمدحه لكي يكسب منه بعض النقود، ولكن الوالي لم يرضى ذلك لأنه مجده وعظمه أكبر من حجم المكان الذي كان فيه، فهذا لا يجوز، فقد جعله كذبا لأنه جعله أكبر من حجمه. فلهذا الحاجب لما همس بأذن الوالي فقال: يرضى منك بقليل من المال، لكن هو استزاد لما شعر بأن الشاعر فرح وسعد بالمال الكثير. فهنا العبرة من ذلك أنه قال أن الوالي لا يرضى ذلك، لأن أموال الدولة هي أمانة في عنقه، لا يمكن أن يبذر المال يمينا وشمالا وعلى كلام قيل للوالي، وهذا لا يجوز. فكانت الأمانة جدا مهمة في عند الدول والولايات اللي كانوا سابقا، الأمانة جدا مهمة على خزينة المال، أمينين وحريصين جدا الحرص على أن المال يكون للمحتاجين والفقراء والموظفين الذين يخدمون الدولة. لكنه قال للحاجب، قال: سرنا بكلام. هو قالنا كلام جميل، وأيضا نحن هم سرناه بكلام جميل، اللي هو من ينال بالمال فرح بها بالبداية. نأتي على معاني الكلمات. حاجبه هو الحاجب المنسق مدير الديوان، مجده ويعظمه وأثنى عليه، يخرج من جلدي دلالة على فرحه، همس تكلم بصوت منخفض، زعم ادعى، أقطع أي أقوى وأشد، ويلك هدده بالعذاب. طبعا يكتب الموضوع مرة واحدة مع معاني الكلمات كما سبق وذكرتكم بذلك. لكن قبل هذا الموضوع بدأنا في حل هذه التدريبات للموضوع السابق
التدريب الأول لصفحة 89 تنبه على كتابة الهمزة في المجموعتين. طبعا هذه الكلمات أعطيتها في تنزيل لكل كلمة 3 مرات تكتب على الدفتر الخاص بالقراءة اللي دفتر الواجبات، هي ملء جزء شيء سماء، وهي كيف تكتب الهمزة يعني الغير متصلة. أما في باء نشأ جرؤة ممتلئ يبتدئ، هذه تكتب كواجب على الدفتر. نأتي إلى الإملاء المنقول، أدخل الكلمات التالية في الفراغات المناسبة للنص الآتي. عندنا هذه الكلمات اللي تابعة للموضوع، فنحن نستفيد من هذا خلاصة الموضوع الموجود اللي قبله اللي هو موضوع القائد المغلوب والنملة. فسوف أحل لكم هذا التدريب الإملاء المنقول وأملئ الفراغات التالية من هذه الكلمات الموجودة المتقطعة. جلس كسلان تحت ظل شجرة فرأى نملة تصعد على جذع الشجرة، ولما قربت من آخر الجذع سقطت، فحاولت الصعود مرة أخرى، وقبل أن تصل إلى الجذع في الفراغ ضع وقع الثانية، فعادت التسلق مرة بعد مرة حتى وصلت في المرة الأخيرة إلى هدفها. فدهش الكسلان من هذا المنظر وعزم على أن يكون صبورا مجتهدا كالنملة في سعيه وثباته. هذه حل الإملاء المنقول، حل الفراغات. بعد يجي التدريب الثالث، أجب عما يأتي. أولا قرأت في الموضوع، ثم نهض أي القائد نهضة الليثي، حاكي العبارة السابقة مستعمل أفعال، جلس وقف نظر أكله. طبعا هذه أفعال ماضية مبنية على الفتح، لكل فعل من هذه الأفعال نضعها على في هذه الجملة كما مسجل هنا لدي. نعمل نفس المثال الموجود نطبق عليه، بس نغير الفعل الموجود هنا، وهنا نحول الفعل إلى اسم، وهنا يسمى هذا المفعول المطلق. سوف يؤخذ هذا الموضوع إن شاء الله في المرحلة السادسة للابتدائي. فنقول نهضة الليثي، وهذا نوع من أنواع المفعول المطلق اللي هو نسميه لبيان نوع الفعل. كيف نهض؟ نهضة الليثي. المفعول المطلق هو اسم منصوب مشتق من لفظ فعله، فنقول نهضة الليثي. جلس، نرجع لنحل، جلس ثم جلس القائدة جلسة الليثي، ويجوز نقول ثم جلس جلسة الليثي. بالنسبة للفعل وقف، ثم وقف القائد وقفة الليثي، أو نقول ثم وقف وقفة الليثي، ثم نظر القائد نظرة الليثي، ثم نظر نظرة الليثي. إما تقولون يعني إما تحل على هذه الطريقة، فيها وجهان للحل، إما على هذه الطريقة تحل أو هذه الطريقة تحل. ثم أكل، جينا على نظر أيضا قلناها، ثم أكل القائد أكلة الليثي، ثم أكل أكلة الليثي. إما تحل بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. نجي على الفقرة الثانية اللي النقطة الثانية، قرأت في الموضوع وانتصر عليهم أي القائد انتصارا مبينا. أيضا نفس اللي في النقطة السابقة، ما فعلناه بالأفعال الماضية، نجح دافع ظفرة، أيضا نجح دافع ظفرة، نجعلها في مقام انتصر وانتصارا. هنا راح صح نجح نجاحا، دافع دفاعا، ظفر ظفرا. زين، راح تكون انتصر عليهم أي القائد انتصارا مبينا، نجح عليهم نجاحا مبينا، دافع عليهم دفاعا مبينا، ظفر عليهم ظفرا مبينا. وإن شاء الله سوف نكمل بعد كتابتكم لهذا الموضوع حل التدريبات، التدريب الأول والتدريب الثاني، وكذلك التدريب الثالث والرابع إن شاء الله في الدرس القادم.